لو بيطلع عندك زغلول كبير وزغلول صغير شوف الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. مشكلة زغلول كبير وزغلول صغير بتقابل معظم المربين، هنقول الأسباب إن شاء الله، الأسباب والحلول. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. قبل ما نبتدي نطلب من حضراتكم تعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لمعظم المربين. هنقول السبب الأول، وضع البيضة الأولى بعد وضع البيضة الثانية. بتفرق هي البيضة الأولى عن البيضة الثانية، البيضة الثانية يومين أو أحيانا أكثر من يومين. البيضة الثانية بعد كده بيكون في اختلاف طبعا في موعد الفأس، برضو اليومين أو أحيانا أكثر من يومين. وطبعا الزغلول اللي فأس الأول بياكل اللبة لوحده، والزغلول الثاني بيطلع ضعيف زي ما شفنا كده، زغلول كبير وزغلول صغير. وممكن كمان الزغلول الصغير لو ملحقتوش بيموت. طيب الحل ايه؟ هنشوف من اول ما البيضة الاولى تتباض هنعمل ايه مع البيضة الاولى من البداية حتى النهاية. هنقول ان دي الحمامة وضعت البيضة الاولى، فلنفترض ان النهاردة مثلا التلات، النهاردة التلات وضعت البيضة الاولى. البيضة التانية هتحطها امتى، او الحصوة التانية هتحطها امتى؟ يبقى هتحطها مثلا مش هتبيض الاربعة، يا بيضة التلاتة اهو، مش هتبيض الاربع، هتبيض الخميس، واحيانا بتتأخر تبيض الجمعة، يبقى في فرق يومين او تلاتة، فكتير. فلنفرض ان هو الطبيعي ان هو الفرق بيبقى يومين، انها بتبيض بيضة التلات هتبيض الخميس، وده الطبيعي في معظم الاحيان. طيب هنعمل ايه؟ انا عندي البيض البلاستيك ده اهو، انا معلم البيض البلاستيك، طبعا هو معروف اهو مبيتكسرش، بيض البلاستيك اهو حضراتكم شايفين، هجيب البيضة البلاستيك ده اول حاجة بنعملها. او لو ما عندكش بيض بلاستيك برضو هات بيضة فارغة وعلمها نفس العلامة عشان تعرف تشيلها، لو هي بيضة فارغة هتكون معلمها كده. هنشيل البيضة الاولى نحطها في حتة قطن ونحفظها. عندي انا اهو قطعة القطن دي والعلبة، حط الحتة القطمة كده وحط فيها البيضة الاولى او الحصواء الاولى دي. طيب النهاردة زي ما قلنا التلات، هنيجي يوم الخميس نشوف الحمامة باضت البيضة التانية ولا لسه. طيب جينا يوم الخميس لقينا الحمامة باضت او حصت الحصوية التانية. النهاردة ايه قلنا؟ الخميس، دي اللي هي كان شلناها كانت التلات، دي الخميس، الخميس لقيناها حصت الحصوة التانية. نروح شايلين البيضة البلاستيك او البيضة الفارغة دي، تمام، هناخدها خلاص ما عدلاش لازمة، ونيجي عند العلبة بتاعتنا اللي احنا حطينا فيها البيضة الاولى او الحصوة الاولى اهو. طبعا هي كده محدش دفاها، احنا شيلناها ليه؟ عشان ما تسخنش وترقد على البطين في يوم واحد، في يطلعهم مع بعض في يوم واحد. دي حل الاول مش الاخير، لسه يا جماعة انتظر، لسه في حاجات تانية. يبقى كده البطين اتحطهم في يوم واحد كأنهم متباضين في نفس الميعاد، يعني يفقسهم مع بعض في نفس اليوم. طيب هو هل الحمام كله بيسخن البيضة الاولى ولا لا؟ لا، في حمام، الحمام اللي عنده خبرة ما بيسخنش البيضة الاولى، لكن يبقى زي ما قلنا مش كل الحمام بيسخن البيضة الاولى، في حمام بينتظر اما يضع البيضة التانية وبعدين يرقد على البيض، بيبقى بيحرسه بس لما تيجي تشوفه تلاقيه البيضة الاولى لسه ما سقعانة ما دفتش، ما بيدفيش البيضة الاولى الا ما يضع البيضة التانية. ده نوع من الحمام. كده احنا حطينا البطين في ميعاد واحد، كده اول حاجة ممكن تضيف عليهم بيضة تالتة. اهم حاجة برضو زي ما عملنا في البيضة الاولى ان هم يكونوا متباضين في يوم واحد او محدش رقد عليهم. ممكن البيضة دي تكون متباضة مثلا من يومين تلاتة وانا شايلها في القطمة زي ما عملت كده، او حتى يومين تلاتة لغاية اسبوع شايلها في القطمة، او لو في الشتاء ممكن يكون اكتر.
تكون بس في جو ما يكونش جو سخن، يبقى انا ممكن 3 بيضات. طيب ده اول حل. الحل التاني ايه؟ طيب لو عملنا كل ده ولسه برضو المشكلة طلع، برضو وارد ان يطلع زغلول بياكل اكتر من زغلول. هقول لحضرتك ليه. ده زغلول، الاتنين زغليل دول اخوات. الحمامة لما بتنام على الزغليل وهي صغيرة او لسه فأسة، بتبقى مثلا دماغها جهة بره كده، جهة الخارج يعني، ده العش اهو، هي بتنام وشها الجهة دي. فغالبا بيكون انا مبدل دول، غالبا بتلاقي الزغلول اللي هو جهة الخارج اكبر شوية من الزغلول اللي هي راقدة عليه، هي شايفة ده اكتر، ده اللي بيمد بقه كده ومن قاره دايما بيطلب الاكل، اللي تحت منها مش بيطلب الاكل. فانت اول يوم لتاني يوم وتالت يوم دايما تبدل الزغاليل، يعني تلاقي ده الكبير تقوم مدخل الزغلول الكبير اللي جوه كده، وجايب وسايب الزغلول ايه الصغير تجيبه لبره كده. تمام، حكاية التبديل دي خلاص. لو عندك حمام تاني فائس في نفس الميعاد هتعمل ايه؟ في زيهم في احجام زيهم برضو، زغلول كبير وزغلول صغير، ابدلهم مع الزغلولين التانيين. هنشوف عش تاني يكون فيه نفس العمر نعمل فيه كده. وليكن انا عندي العش ده، العش ده نشوفه كده اهو، عندي زغلولين تقريبا نفس العمر، نشوف فيهم برضو زغلول كبير وزغلول صغير، لو فيه نعمل الحكاية دي. ما شاء الله هما تقريبا، لان انا ببدل دايما، اجيب ده كده واحط ده كده، دايما تبدل التبديلة دي. هي حاجة بسيطة جدا لكن بتفرق مع الزغاليل، التبديلة دي انا بدلتهم اهو. لو ينفع لو كان فيهم زغلول وزغلول، اجيب واحد من العش التاني، اجيب الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير. طيب انا ما عنديش، ما لقيتش حاجة ابدل فيها، يبقى هعمل ايه؟ في طريقة تانية، ان انا اساعد الزغلول الصغير، اكل الزغلول الصغير. طيب انا عندي الزغلول مازال لسه صغير زي ما قلنا، هو الحمد لله معقول يعني، لكن انا بفترض ان ده الزغلول اللي هو اهله مش بيوكلوه، التاني بياكل اكله الكبير. انا معايا استخدم الزغاطة هانا ميكس، الميكس بتاعنا اللي استخدمناه اخيرا. هنعمل ايه؟ نستخدم بالزغاطة دي او اي زغاطة عند حضرتك معانا دي، او بالزغاطة اللي هي الازازة دي، او بالسرنجة الكبيرة اللي استخدمناها في فيديو الزغاطة للحمام الكبير للزغليل الكبيرة، اللي هي السرنجة 60 سنتي او 50 سنتي. طيب انا بالنسبة للزغلول اللي معنا ده، انا هنستخدم الهانا ميكس اهو بالطريقة اخر زغاطة عملناها، هنحط معلقة على نص كوباية مية زي ما قلنا، معلقة هي على نص كوباية مية، هنعتبر ان هي الكوباية دي هي نص كوباية المية، نضيف عليها المية ونقلبها كويس. بعد ما قلبنا هانا ميكس اهو، انا كنت بضيف عليه قبل كده اللي انا كنت بعمله عندي، او اي اللي هي بالعلف الدواجن كنت بحط عليه اللي هو جروفيت بلاس، لكن ده يا جماعة بينفع، لكن هو عارف الدواجن ما بينفعش الا مع زغليل اللي هي للدبيح، لكن دي هتنفع لكل الحمام اللي لو هتربي زغليل يعني. اهو ملينا الزغاطة او السرنجة ونساعد الزغلول، سهلة جدا. الخرطوم ده اهو هو الزغلول شبعان، لكن انا بقول لو حضرتك شايف ان انت عندك زغلول ضعيف، ده الحل اللي هو التالت. اول حل اللي هو حل البيضة الاولى اللي بنشيلها، تاني حل اللي هو نقل الزغليل تحت الاهالي، ان انت تحط الكبير مع الكبير تحت الاهالي وتجيب الصغير ناحية وش الحمامة وهي راقدة. تالت حل اللي هو التصغيط، يعني شوف احنا سيبنا موضوع التصغيط للنهاية خالص، اخر حل. ما شاء الله الزغلول اكلوه، تحس ان الزغلول كبر، نرجعه
لأهله تاني، وبالطريقة دي لو في أي زغلول ضعيف ما عادش هيطلع عندك زغلول ضعيف إن شاء الله. وادعي لي لو الطريقة دي جابت معاك النتيجة دي، ادعي لي ما تنسناش من الدعاء. عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.